شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم ويوم نحشر من كل امه فوجا احدى المواضيع التي تتعلق بمباحث المعاد من جهه وبمباحث دوله المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه من جهه اخرى موضوع الرجعة هذه العقيدة وهذه الفكرة كانت مسار حملات عنيفة. ضد شيعه اهل البيت على مدى التاريخ واذا تلاحظون علم الرجال تجدون ان احدى الطعون التي اعتبرها الاخرون في روايه الراوي هي ان يكون معتقدا بالرجعه مع انه من الواضح من الناحيه العقليه ان روايه الراوي ترتبط بوثاقته إذا الراوي ثق تقبلون روايته، إذا الطبيب ثق تراجعونه وإن لم يكن مؤمنا، ألا تراجعون الطبيب الكافر إذا وثقتم بخبرويته وصدقه؟ الرجوع الى الراوي منوط بالوثاقح، ان هذا الراوي ثقه او لا، ولكن الاخرين جعلوا احدى الطعون التي تسقط روايه الراوي وان كان ثقة وإن كان في أعلى درجات الوثاقة أن يكون معتقدا بعقيدة الرجعة هذا معتقد بعقيدة الرجعة حتى إذا مثل أبو ذر في صدق لهجته إذن كل رواياته ساقطة ولا نعتمد على أي رواية من رواياته لاحظوا ان التعصب المذهبي كيف يسحق المقاييس العقليه الواضحه احمد امين الكاتب المصري المشهور يقول في كتابه ان اليهوديه ظهرت في التشيع بعقيده الرجعه هذه فكره يهوديه تسربت الى الشيعه وظهرت اليهوديه في التشيع بهذه الفكره في هذه الليله نتحدث باذن الله تعالى حول فكره الرجعه ضمن محاور المحور الاول مفهوم الرجعه المحور الثاني امكان الرجعه المحور الثالث وقوع الرجعه في الامم المتقدمه المحور الرابع وقوع الرجعه في هذه الامه المحور الخامس ما هو الفرق بين فكره الرجعه وعقيده التناسخ الباطله المحور الاخير لماذا الرجعه المبحث الاول ما هو مفهوم الرجعه الرجعه عباره عن العوده المؤقته لبعض الافراد الى هذه الحياه بعد الموت نحن عندما نموت ننتقل الى حياه اخرى هذه الحياه التي تشكل الحد الفاصل بين الدنيا والاخره الان الاموات يعيشون في تلك النشاه وفي ذلك الحد الفاصل العوده الموقته المحدوده لبعض هذه الارواح تعود من تلك النشاه الى هذه الحياه هذه العوده يطلق عليها مفهوم الرجعه ومن هنا يتضح ان هنالك فرقين بين مفهوم الرجعه ومفهوم المعاد الفرق الاول ان الرجعه محدوده الكل لا يعودون الى هذه الحياه هنالك فئه معينه تعود الى هذه الحياه بعد الموت ولكن المعاد شامل يشمل جميع الافراد هذا هو الفارق الاول الفارق الثاني ان الرجعه مؤقته لان الافراد الذين يعودون الى هذه الحياه لا يبقون الى النهايه حياه مؤقته ثم تنتهي يشملهم قانون الموت العام ولكن في المعاد حياة أبدية دائمة هذا هو المبحث الأول مفهوم الرجعة المبحث الثاني إمكان الرجعة هل الرجعة أمر ممكن أو ممتنع؟ بشكل عام، ما هي القاعدة التي نبني عليها إمكان ظاهرة معينة، أو امتناع ظاهرة معينة؟ ما هو الملاك؟ ما هي الضابطة؟ ما هو المقياس؟ الآن إذا قيل لكم بأن البشر في المستقبل سوف يقتحم أعماق هذه الكرة الملتهبة النارية التي نطلق عليها الشمس، يقتحم ثم يخرج دون أن يصيبه أذى هذا ممكن لو ممتنع أعرض هذه القضية على العلماء هذه ظاهرة ممكنة أو ممتنعة ما هو المقياس الذي نقول إن الظاهرة الفلانية ممتنعة أو أنها ممكنة العلماء يجيبون على هذا السؤال بكلمة واحدة: المقياس هذه الظاهرة، هل تنتهي إلى اجتماع النقيضين، أو ارتفاع النقيضين، فهي ممتنة، إذا لا تنتهي إلى اجتماع النقيضين، أو ارتفاع النقيضين، مهما كانت الظاهرة غريبة لا يمكن أن نقول إنها ممتنعة. ينقل أنه أول ما اكتشفت، اخترعت هذه الطائرات، طرح في محفل، في مجمع، أنه العلماء اكتشفوا طائرة تطير في الهواء فسخر بعض الحاضرين قالوا احنا ناخذ ابره نخليها بالهواء هاي ما اطنان من الحديد كيف تمشي في الهواء ابره لا تقف في الهواء اطنان الحديد تقف في الهواء طيران طائرة في الفضاء اجتماع نقيضاً ارتفاع النقيضين؟ لا. إذا ماكو إشكال في ذلك. لا يشكل مشكلة. لا يمكن لعالم أن يصف ظاهرة غريبة بالامتناع. هذا مو عالم، إذا عالم قال هذه الظاهرة ممتنعة، إذن مو عالم. او يكابر عقله ووجدانه مجموعه من الاموات يعودون الى الحياه هذا محال هذا اجتماع النقيضين هذا ارتفاع النقيضين لا الذي يقول ان هذه الظاهره محاله يجب ان ينكر المعاد ايضا لأنه في الواقع الرجعة معاد مصغر كما شرحنا، ولذلك يطلق على الرجعة القيامة الصغرى، نفس القيامة، إذا قلت القيامة الكبرى ممكنة، فالقيامة الصغرى أيضاً ممكنة. وإذا قلت القيامة الصغرى ممتنعة فالقيامة الكبرى أيضا ممتنعة. إذا هذه الظاهرة ظاهرة الرجعة ممكنة بالإمكان. العلمي والامكان العقلي وان بدت لنا يعني لبعض الافراد غريبه بعض الشيء البحث الثالث وقوع الرجعه في الامم المتقدمه هل وقعت الرجعه في الامم المتقدمه هل فكره الرجعه كما يقول احمد امين فكره يهوديه ظهرت في التشيع او انها فكره قرانيه اصيله الايات الكريمه في القران الكريم في وقوع الرجعه في الامم المتقدمه كثيره ولا يمكن لنا في هذا المجال المحدود ان نتناول جميع تلك الايات ولكن اكتفي بالاشاره الى عده ايات الايه الاولى لاحظوا هذه الايات هل تدل على الرجعه الرجعه فكره قرانيه او فكره يهوديه الايه الاولى الله تعالى يقول واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى قتيل. والجناية سجلت ضد مجهول كما يقال من هو القاتل الله تعالى قال اخرجوا هذا القتيل ان كان مدفونا خذوا هذا القتيل واضربوه بالبقره فقلنا اضربوه ببعضها واذا بهذا القتيل يعود الى الحياه من جديد ويقول فلان قتلني لكذا وكذا ثم يموت من جديد هذه رجعه او مو رجعه هذه فكره يهوديه كما يقول احمد امين او فكره قرانيه الآية الثانية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعليها الصلاة والسلام أخذ أربعة من الطيور غراب وطاووس وحمامه وديك وفصلها وذبحها وجعل على عشره الجبال على كل جبل جزء من هذه الطيور المذبوحه المفصول ثم اخذ من قار هذه الطيور واخذ يناديها واحدا واحدا واذا بهذه الاجزاء المبعثره فوق الجبال العشره تنضم بعضها الى البعض الاخر. ثم هذا البدن المكتمل يطير الى نبي الله ابراهيم ويتصل ذلك البدن برأس الطائر ويطير فطارت الطيور الاربعه والتقطت الحب وشربت الماء ودعت لنبي الله ابراهيم. أي مو رجعة؟ الرجعة شنو معناها؟ الحياة بعد الموت وهذه حياة بعد الموت الآية الثالثة وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون سبعين واحد أخذتهم الصاعقة فماتوا فدعا الله نبي الله موسى الآن أُتّهم قومي يتهمونني بانك انت الذي قتلت هؤلاء، واذا بالروح تعود الى هذه الابدان، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الايه الرابعه، او كالذي مر على قريه وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام عظامه تحولت إلى عظام نخرة كما يقول بعض العلماء عاد إلى الموت نبي الله عزير أو أرميا أي طيب رجعه؟ نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى قبر ميت ثم يقول له يا فلان قم بإذن الله وإذا بهذا الميت يقوم من مكانه وينفض التراب عن بدنه أو عن ثيابه أو عن كفنه وكأنه لم يمت من قبل. هذه ليست رجعة. الآية السادسة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم أولاده كلهم ماتوا ماشيتها كلها ماتت الله أعاد له أولاده بأعيانه وأعاد له ماشيته التي هلكت بأعيانها ومثلهم معهم مضاعف وآتيناه أهله ومثلهم معهم هذه مرجعة وكم في القرآن الكريم من آيات ومن آيات صريحة في إثبات الرجع نكتفي منها بهذا القدر المبحث الرابع وقوع الرجعه في هذه الام اولا القران الكريم يخبر عن وقوع الرجعه في هذه الام في أي ايه ايه الله تعالى يقول ويوم نحشر من كل امه فوجا جماعه تتحرك بسرعه هذا الحشر هل هو في هذه الدنيا او في الاخره هذا الحشر حشر محدود ونحن نعلم ان الحشر في القيامه حشر شامل الله تعالى في سوره الكهف يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا في هذه الايه في سوره النمل يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا يعني جماعة فهذا الحشر غير ذلك الحشر هذا الحشر حشر خاص وذلك الحشر حشر عام ويوم نحشر من كل أمة فوجا لاحظوا هذه الآية في سورة النمل الآيات المتقدمة والآيات المتأخرة كلها تتناول مرحلة ما قبل القيام هذه الآية الكريمة في سياق آيات تتحدث عن مرحلة ما قبل القيام هذا اولا ثانيا الحديث النبوي لا نستدل بكتبنا وانما نستدل بكتب الاخرين هذه الروايه في صحيح مسلم جزء ثمانية صفحة سبعة وخمسين وفي صحيح البخاري اللي هو أصح كتاب عندهم بعد كلام الله في كتاب الاعتصام بقول النبي صلى الله عليه وآله وآله مني جزء ثمانية صفحة واحد وخمسين في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم واللفظ الذي ننقله الآن لفظ البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله لتتبعن سننا أو سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن الرواية الأخرى في سنن الترمذي جزء أربعة صفحة مية وخمسة وثلاثين حديث 2779 عن النبي صلى الله عليه واله: "ليأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل" في مستدرك الحاكم جزء واحد صفحه 129 في الطبعة التي عندي ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل ظاهرة الرجعة تحققت في الأمة اليهودية مرات ومرات قضيه القتيل قضيه الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم هذه الظاهره المهمه التي جرت في الامم المتقدمه كيف لا تجري في هذه الامه شبرا بشبر ذراعا بذراع حذو النعل بالنعل في لفظ اخر والقذه بالقذ القرآن الكريم أولا، السنة النبوية ثانيا، أحاديث أهل البيت ثالثا، أهل البيت، النبي صلى الله عليه واله هذا الحديث رواه العامة ورواه الشيعة أيضا اني مخلف او تارك فيكم الثقلين او الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي الروايات التي تقول مثل اهل بيتي فيكم كسفينه نوح كم روايه وردت عن اهل البيت في اثبات الرجعه حوالي ميتين روايه عن اهل البيت نطرحها جميعا ونضربها عرض الجدار اذا هذه الادله الثلاثه القران الكريم اولا والسنه النبويه ثانيا واحاديث اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين ثالثا تدل على وقوع الرجعه في هذه الامه نكتفي بهذا المقدار وندع بقيه الحديث إلى بحث قادم بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتظر دولتهم ويكر في رجعتهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرد <applause> شموس الهدي i oh know 我背。